عام 1918 احتلت بريطانيا العراق، وبعد عامين اصبحت محتله لفلسطين وشرق الاردن واجزاء من سوريا. هذا الرجل الذي يسميه ابناء القبائل الاردنيه والعراقيه ابو حنيك، الذي اصيب في حنكه اثناء معارك في العراق. قلوب باشا، عسكري ورجل استخبارات بريطاني. عينته بريطانيا في العراق وذلك لتجنيد القبائل البدويه للضغط على الملك عبد العزيز الذي استعاد لتوه ملك أجداده من آل سعود انتقل جلوب باشا للأردن بعد فترة قصيرة لذات السبب وصارت مقابلة بين عبد العزيز بن سعود وبين الملك فيصل الملك فيصل الأول فيصل الأول نعم هذا في سنة 929 وابتداء 930 نعم نعم ففي نفس الوقت كان في غزوات بين عشائر الأردن والإخوان فحكومة الأردن لما شافتني اشتغلت هناك كتبوا لي وعرضوا علي بتعهد معهم حتى هل مشكلة البدو والأخوان في الأردن نعم وجيت في سنة في لهذا الغاية بدأ أبو حنيك يتنقل بين القبائل والعشائر، وكان يقول باستمرار بأنه بدوي بريطاني بني صخر والبدو بصورة عامة كان يحبوه ويحترموه، إحنا بني حسن ما بتذكر إنه أجا عند ولا ذكروا لي إنه أجا عند، ممكن مر بالمفرق مرة أو مرتين بس ما كان يعتبرهم البدو اللي هو يعتزم بيهم شايف ولذلك بلش التجديد هو بالبدو مبكرا التجديد للجيش العربي في ذاك الوقت فجند مين من من البدو انا ذاك لا في بني صخر وفي السرحان وفي العويطات وفي بدو عشائر محترمه وكبيره واحنا نعزه ولا ما كانت ولا شايفه هذا للان ودورها رئيسي يعني عندنا لكن احنا هو كلوب ما كان يعتبرنا انه احنا بدو بعتبرنا انه بين الفلاحين والبدو، ان عشائر زراعيه. انا ما متذكر انه واحد قال لي انه كلوب اجى على هذه القبيله او زارها، ما حكوا لي اطلاقا، ما عرف ابدا، ما حكوا لي اياه، رغم انه هو كان يشتغل مع الانجليز، وهم اللي جابوه وحطوه بالاردن. والأردن ما كان لا في دولة ولا في شيء ولا هو بدل الجيش من البدايات الأساسية هو اللي بدأها ما جابوه من العراق؟ جابوه من العراق شايف وبلشوا هل 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 هذه البدايات الأساسية ويطوروا و... ولذلك في عدد كبير من عندنا اسمهم الضباط الأحرار اللي وقفوا ضده من الأردنيين من الشرق أردنيين يعني إذا بدك أبناء العشائر أبناء عشائر أساسية يعني وقفوا ضده وانسجنوا بعضهم 20 سنه و22 سنه وسبب الوقوف ضده ايش كان السبب؟ بناء على انه ل... واحد انجليزي يقود الجيش العربي هذا ما بصير وانه لما صارت هزيمه ال 48 انه هذا اللي جبتوه هو اللي هو اللي هو السبب انه ما اللي قاتلوا هم العرب هذا راح جاب الجيش انسحب 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 للجيش العربي وقتها اسمه العربي شايف فالجيش العربي انسحب انسحب سلم سلم القدس حتى القدس الغربيه كانت سلمها للاسرائيليين طبعا انا ما بعرف هذا صحيح او لا انا انا حقيقه ما بعرفه ولكن انا لو اني موجود وبعدين لما انا كبرت انا كنت ضده ضده اه ليش؟ لانه لانه مش منا ومش عربي هل الاردن كانت مطرعه عليه ب بي... بدونه ما كان كان يكون الجيش قوات الباديه ولا قوات الباديه ولا الشرطه ولا كلها ما كان ما حد يعرف هذه المعلومات ما حد يقدر يسوي جيش يسوي هيك مجموعات شهر هردبشت مثل ما يقولوا الموم يعطوه باروده يروح يبيعها ومش عارف شو ولكن هو اللي سوى هو سوى حركه موجوده حركه جيش مدرب سوى على الطريقه البريطانيه بالعبدلي انا كنت اشوف الطوابير لان انا كنت بالعبدلي بالمدرسه اللي فيها العبدلي عمليات التدريب كلها كانت تصير هناك، وانا بعتقد انه انه آآ آآ كان يعمل مع الاردن بصدق باعتقادي رغم انه موظف في الاستخبارات البريطانية انا بعتقد انه حتى هو موظف بالاستخبارات البريطانية انه كان بده بدهم يعملوا دولة اردنية لها جيش كويس ممتاز وانه هاي الدولة بدهم يعملوها وساندوها وعملوا قالوا باشا كان له تدخل سياسي في الاردن؟ طبعا طبعا شلون وين ظهرت مظاهر التدخل كل السياسي؟ كل شيء كل شيء قرارات الحكومه وقرارات هذا واختيار الضباط واختيار طبعا لا طبعا يعني مثلا يعني يركز على البدو ياخذ منهم ضباط لانه يعتبر انه يطمئن لهم الفلاحين والهذول واهل المدن بيقول لك هذول كلهم يصيروا بكره بعثيين ويصيروا هذول ببلش وفعلاً اللي حكى صحيح كان في قسم كبير منهم ضباط اللي هجوا من منطقه الفلاحيه والمدنيه كلهم صاروا ضباط آه بعثيين وقوميين عرب وكذا وكادوا يطيحوا بالملك حسين حاولوا عده محاولات انقلابيه الضفه الغربيه اللي هم الاخوان الفلسطينيين كانوا ضده طبعا ما في شيء العدد الكامل العدد الكامل لا بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه في ناس ما ضد عدد كبير وأنه هذا إنجليزي وقاد الجيش العربي قيادة غلط وصارت حرب الثمانية واربعين وصارت هذا حملوا المسؤوليات في ذلك الوقت ولكن بصورة عامة بصورة عامة أخواننا اللي بالضفة الغربية اللي بين قوسين إحنا هلا شعب واحد دول شايف؟ بين قوسين الفلسطينيين طبعا كانوا يكرهوا الإنجليز ويكرهوا كلوب باشا ويكرهوا هذا الموضوع ومظاهرات وقوى رئيسية وسجون وعمليات اغتيال ومحاولات اغتيال وصارت هاي هذا الموضوع موجود